السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنعمل في الفيديو ده إن شاء الله تطبيق على HTML و CSS باستخدام حاجة اسمها Animated Close Icon. هنضيف سطر واحد بس جافا سكريبت عشان يعمل أكشن معين كده ونفهمه بالتفصيل ميل إن شاء الله. طيب إيه اللي هنعمله؟ اللي قدامنا ده لما أجي أدوس على الأيكون دي يحصل الأكشن ده، هدوس عليها تاني يرجع تاني زي ما هو. تمام جدا، نمشيها واحدة واحدة وبالتفصيل الموبايل. اول حاجه هعمل ديف يشيل الثلاث خطوط دول، عشان ده هعمل ديف كبير عشان ده اللي هدوس عليه، ولما ادوس عليه يحصل اكشن للديفات اللي جوه. طيب هنمشي ازاي بقى؟ او اول حاجه هعمل ديف ادي له كلاس اسمه كونتنت مثلا، وادي له اي دي عشان ده هستخدمه في السطر الجافا سكريبت اللي احنا هنكتبه، اسميه مثلا ايكون مثلا. وجوه هعمل ثلاث ديفات، ثلاث ديفات اللي هم الثلاث ايه سطور ابيض دول. اول ديف وادي له مثلا كلاس اسمه بار واحد او ايكون واحد، اي حاجه ايكون واحد، وهكرر ده كده كذا مره بي كنترول سي كنترول في، وده ايكون اتنين وده ايكون تلاته. ليه مدي كل واحد كلاس مختلف؟ عشان هتحكم في كل واحد لوحده. ايه اللي بيحصل لما انت بتدوس اهو؟ الاول بيحصل فيه حاجه والتالت بيحصل فيه حاجه والتاني ده بيختفي، عشان كده مدي كل واحد كلاس عشان اتحكم فيهم في السي اس اس براحتي. كلام جميل جدا، هسيف اهو. كده احنا عملنا ال HTML بتاعنا. هاجي على السي اس اس واحده واحده وبالتفصيل. اول حاجه خالص هقول له البادي بتاعنا، واضح ان الباك جراوند بتاعتنا اللون الاسود، وبعد كده هقول له الكلاس او الديف اللي هو واخد كلاس كونتنت اللي هو شايل كل الديفات دي، هتحكم فيه بقى احطه في النص مثلا. اقول له مثلا انت الكاروزر بتاعك اول حاجه بينتر ليه، عشان لما اجي ادوس عليه يبقى شكل الايد يعني. وهقول له انت البوزيشن بتاعك ريليتيف كده عشان احطه في النص مش اكتر، ليفت 50% وخلاص. طبعا مفيش اي حاجه هتحصل، ليه؟ لان اصلا لسه ما اتحكمناش في الحاجات اللي جوه دي اللي هم دول. فده كل ديف عباره عن ايه؟ واخد ويتس معين مثلا، واخد هاي معين، واخد باك جراوند اللون الابيض، وفي مسافات ما بينهم من المارج. طيب نعمل كده ببساطه اهو، هقول له الايكون واحد والايكون اتنين والايكون تلاتة هديهم ويتس مثلا وليكن 40 بكسل او 3 35 بكسل، وهاي نفس الكلام 35 بكسل، والباك جراوند بتاعتهم اللون الابيض، ونعمل مارجن ما بينهم مثلا 5 بكسل زيرو او 50 ايه بس 6 بكسل من فوق ومن تحت ومن على اليمين وعلى الشمال زيرو، مش عايز من على اليمين وعلى الشمال. بعد كده قلنا اديناهم خلاص باك جراوند بس كده خلاص، نشوف شكلهم اهو. ريلود تمام جدا جدا جدا. ايه الهاي 35؟ يا نهار ابيض، الهاي 3 بكسل او 2 بكسل مش هتفرق، تعال نخليها 5 بكسل. حلو جدا. طيب ايه اللي حصل ده بقى؟ ايه السكرول ده؟ عشان ببساطه شديده جدا الويتس بتاع الديف الكونتنت ده 100%، فانت بتقول له اتحرك ليفت 50%، فكده عشان كده عمل لك السكرول ده. طيب انا عايز اقول له الويتس بتاع الكونتنت ده او بتاع الديف اللي واخد كلاس كونتنت على قد بس الحاجات دي، فخلاص قول له الديسبلاي بتاعك انلاين بلوك. انلاين بلوك يعني ايه ديسبلاي انلاين بلوك؟ يعني خلي الويتس على قد المحتوى اللي جواه. ريلود اهو، هتلاقي السكرول اتشال. تمام جدا. وليه كمان عملت ديسبلاي انلاين بلوك؟ عشان لما اجي ادوس على الديف الكبير ده هدوس هنا، ما ادوس في اي حته يحصل اكشن، عشان هو الويتس بتاعه 100%، فانت لو دوست في اي حته هيحصل اكشن اللي هو ده اللي هو ده. انا دوست هنا دوست هنا عشان هو واخد ويتس 100% فيحصل اكشن ده، وده غلط طبعا. ليه؟ لان انا عايز ادوس بس على الحته دي، فعشان كده الديسبلاي ان لاين بلوك الويتس بتاعه على قد المحتوى اللي جواه. تمام جدا. ممكن بقى اتحركه من التوب مش مشكله، مش دي قصتنا خالص. بعد كده بعد ما قلت التلاته ايكون، دلوقتي بقى عايزين نعمل التاثير بتاعنا. عايز اقوله لما اجي ادوس على الديف الكبير ده الايكون اللي جوه تتحرك. طيب انا هعملها بالجافا سكريبت، هقول له لما اجي ادوس فيحصل كلاس او اضيف كلاس اسمه مثلا تشينج مثلا او اسمه اي حاجه، ولما اجي اضيف الكلاس اللي اسمه تشينج ده اجي اتحكم بقى في الايه في الايكون اللي جوه. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا هقول له لما ادوس على الكونتنت ضيف لي كمان كلاس اسمه تشينج، ده هكتبه التشينج ده هكتبه بالجافا سكريبت، بس خليه دلوقتي كده. لما يتضاف تعالى بقى هات الايكون واحد دي
تعمل فيها حاجه، والايكون 2 اخفيها، وايكون 3 اعمل فيها حاجه. نسيب دلوقتي التشينج ده كأنه ظاهر. هاجي اقول له دوت اتشينج، لما يتضاف الكلاس اللي اسمه تشينج بالجافا سكريبت، هنضيفها كمان شويه، هات لي الايكون واحد. احنا بنلاحظ ايه هنا؟ لو لاحظنا لما ادوس كده ايكون واحد، تحس انها اتحركت كده، لفت كده 45 درجه، وايكون برده 3 لفت 45 درجه بس بالعكس، وايكون 2 اختفت. يبقى واحده واحده، ايكون واحد لفت 45 درجه، يبقى ترانسفورم ترانسليت قصدي روتيت. خلي بالك الايكون دي الاولانيه كده لفت كده، لفت كده معناها روتيت 45 بس بالسالب، لو لفت ناحيه الشمال بالسالب، لفت ناحيه اليمين بالموجب، سالب 45 ديك. حلو حلو. طب والايكون الثانيه تشينج ايكون 2 لفت برده 45 بس بالعكس، ترانسفورم روتيت بس بالموجب بقى 45 ديك. تعالوا نشوف كده اللي حصل. ادي لود ايه اللي حصل اهو، ده لفت 45. تعالوا نحركها من التوب برده، قول له توب كده 50 بيكسل ولا حاجه عشان نشوف الاكشن. تمام، ده كده لف 45 والاخير لف 45. ده على فكره الثاني اللي في النص ده الثاني، بدليل اهو لو جيت قلت له دوت تشينج دوت ايكون 2 انا عايزه يا عم الحاج يختفي وباسيتي مثلا زيرو اهو. ثانيه كده، ده 3 انا اسف، ده 3 اهو، ده لف 45 وده لف 45 والتاني اللي كان في النص اختفى. حلو جدا جدا اهو، عشان نتاكد بس من هنا اهو، ادي الانسبكت اهو، لا مش عايز ده خالص. الايكون واحد لفت اهي اللي عليه علامه البرتقاله دي لفت اهي، والايكون 3 لفت برده 45، واللي في النص دي اختفت مخفيه اهي، بس تي زيرو لو شلتها تلاقيها ظهرت اهي، هدوس عليها تاني تختفي. تمام جدا. دلوقتي ده مش صح، احنا عايزين نحركها بقى، نخلي ده في النص وده خلي ده في النص، يعني علامه اكس بالظبط كده. خلاص بسيط، حركها بالترانسليت. هقول له ده مثلا يتحرك بالترانسليت، نكمل كده عليها ترانسليت مثلا مثلا الاكس يبقى سالب 9 بكسل والواي تبقى 6 بكسل. طبعا دي انا جربتها يعني عشان تكون بالناس، مش نقعد نجرب يعني. ترانسليت والثالثه تكون سالب 8 بكسل وسالب 8 بكسل اهو. هنعمل ريلود اهو، ماشي تمام، عشان ضايف كلاس التشينج، فهتلاقي ظبطت اهي. انت مثلا ممكن تقعد تجرب كده اهو، واحنا قدامنا كده اهو، سالب مثلا 9 دي نزود نقلل هتلاقي بيتحرك كده اهو، لكن احنا عايزين ننزله تحت كده، والستة دي هتحرك من على الواي اهو كده وكده. فانت تقعد تظبطها لحد ما تظبط معاك، هتلاقي بالمقاسات اللي انا قلتها دي. تمام جدا. دلوقتي كلاس التشينج ده ما ينفعش يكون متضاف هنا، انا عايز هضيفه بعد ما اكتب، بعد ما اقول له لما ادوس كليك. فخلاص ده سطر جافا سكريبت بسيط جدا، هقول له سكريبت اهو، عشان كده انا مدي الاي دي، هقول له دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي اللي اسمه ايكون ده، لما ادوس عليه دوت اون كليك هيحصل فانكشن معين. ايه هي الفانكشن دي؟ الفانكشن دي بتقول لي ضيف لي كلاس اللي اسمه تشينج في الديف ده، مش الديف ده انت جايبه، يعني معناها زيس زيس دي عايدة على الديف اللي انت جايبه اللي اسمه ايكون ده، يعني ده دوت كلاس ليست معناها حط لي كلاس اللي اسمه ايه بقى؟ معنى كلمة كلاس ليست يعني ضيف لي في الليستة كلاس اسمه ايه؟ عايز تضيف ولا ترموف؟ في حاجة اسمها اد وفي حاجة اسمها ريموف. طب انا عايز الاتنين، ادوس يضيف وادوس تاني ريموف، حاجة اسمها توجل زي الجيكويري كده بالظبط، اللي هي توجل كلاس. يعني لما انت تقول بتقول جيكويري توجل كلاس وتكتب اسم الكلاس، هي نفس الكلام بالظبط، دوت كلاس ليست توجل معناها اللي بالجيكويري اللي هي توجل كلاس، يعني لو كان موجود شيله، لو كان مش موجود حطه. اسمه ايه بقى الكلاس ده؟ اسمه تشينج اهو. هنعمل ريلود اهو وادوس اهو، فحط لي كلاس، ادوس تاني يشيله. طب هنا التاثير بسرعه جدا، خلاص حط لي في السي اس اس الترانزيشن للايكون دي، مش هي دي الايكون اللي بتتحرك، خلاص حط ليها الترانزيشن عشان يتحرك بطريقة بسيطة. ترانزيشن مثلا 5 ثواني اهو، ريلود ادوس تاني اهو، 5 ثواني كتير قوي، خليها نص ثانية اهو. تمام جدا جدا اهو. يبقى انا بقول لما ادوس عشان نشوف الانسبكت بتاعنا، نخليها ثابتة تحت دلوقتي عشان يحصل التأثير اهو اهو، نشيل دي
بصوا على الكونتنت، لما ادوس راح حط لي كلاس اسمه تشينج اهو، وانا بقول لما اجي ادوس بقى تشينج اهو الحاجات كلها بالكلاسات السي اس اس اللي عندنا، دوت تشينج ايكون واحد يحصل لها كذا، ودوت تشينج ايكون تاني يحصل لها كذا، ودوت تشينج ايكون تلاته يحصل لها كذا، ولما ادوس تاني يتشال، عشان دي حاجه اسمها توجل، لو موجود حطه لو مش موجود شيله، او العكس لو موجود شيله لو مش موجود حطه. تمام جدا جدا. ده فكره الدرس ببساطه، الفكره كلها ببساطه في السطر بتاع الجزئيه دي اللي هي الروتيت والحركه بتاعه الترانسليت، والروتيت والحركه بتاعه الترانسليت بتاعه التالي. اتمنى يكون الدرس واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.